أهلا بكم. عزز فريق الأهلي ببنغازي صدارته للمجموعة الثانية لمسابقة الدور الممتاز بفوزه المهم والمستحق على حساب مستضيفه نجوم جدابية بهدفين دون رد لحساب الثامن إيابا. وبعد انتهاء دقائق الشوط الأول من دون أهداف، إلا أن المدرب الصربي الجديد ميلو دراغ عرف كيف يضبط صفوف فريقه في المباراة الأولى له لتحميل الدقيقة 59 الهدف الأول الذي أضاه إبراهيم أبو دبوس بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه حارس نجوم جدابية. ثم نجح المحترف إيفيونغ في تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني عند الدقيقة 82. بهذا الفوز وهو 19 له بالدوري، أمن وابتعد فريق الأهلي ببنغازي بالصدارة برصيد 50 نقطة، فيما فشل فريق جدابية في الابتعاد عن مناطق شبح الهبوط وظل برصيد السابق بعشر نقاط في الترتيب ما قبل الأخير. إلى ملعب بنينة حيث حضرت الإثارة بكل ألوانها وفصولها في المباراة الدراماتيكية التي جمعت الهلال وضيفه الأخضر والتي احتفظت بكل أسرارها حتى اللحظة الأخيرة التي حملت هدف التفوق المثير والمهم لفريق المدرب طارق ثابت الذي تمكن من خطف نقاط الوصافة الثلاثة التي اقتسمها مع فريق الأخضر خلف المتصدر الأهلي ببنغازي. اللقاء شهد منافسة قوية بين الفريقين وشهدت دقائقها سجالا كبيرا بين الضيف والمضيف لتحمل الثواني الأخيرة هدف الفرحة والانتصار الذي خطفه مجد رطيبة إثر دربكة أمام خط المرمى. وقبل صافرة النهاية أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كابتن الفريق فيصل بدري. الفوز المثير ارتقى به فريق الهلال إلى النقطة 45 في الترتيب الثاني صحبة ضيفه الأخضر بذات الرصيد. أما على ملعب سرت فقد تمكن فريق خليص سرت المضيف من تدارك تأخره أمام ضيفه شباب الجبل لتنتهي المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثامنة لفرق المجموعة الأولى بالتعادل إيجابي بهدف لمثله. نجح الفريق الضيف من افتتاح النتيجة بهدف أنس الورفلي، ثم تمكن جيروم من خطف هدف التعادل من علامات الجزاء. بهذا التعادل أضاف فريق خليص سرت النقطة 26 لرصيده في وسط الترتيب العام مقابل 17 نقطة لشباب الجبل. عوض فريق الصداقة تعادل الأسبوع الماضي أمام الهلال بفوز مستحق ومهم على حساب الأنوار بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب شحات بالجولة الثامنة إيابا. تقدم إبراهيم العبيدي لفريق الصداقة بالهدف الأول في الدقيقة 7، ثم أضاف أحمد الصغير الهدف الثاني في الدقيقة 44، وبعدها نجح صالح مخلوف في تدليل الفارق في الدقيقة 69 لتحمل الدقيقة 87 الهدف الثالث لفريق الصداقة. هذه النتيجة أضاف فريق الصداقة النقطة 17 لرصيده، بينما توقف رصيد الأنوار عند النقطة 9 في آخر ترتيب المجموعة الأولى. بدوره اقتنص فريق رفيق ثلاث نقاط مهمة وبطعم الشهد بفوزه المثير على مضيفه المدينة بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب صبراتة. بادر رفيق أولا بافتتاح النتيجة بهدف الشوط الأول عن طريق حاتم عبدالله قبل أن ينجح مصدق العمامي في تعديل النتيجة لفريقه المدينة. وفي الشوط الثاني استطاع جونيور في قلب الموازين وخطف هدف الفوز المهم لفريق مدينة صرمان الذي أنعش رصيده بثلاث نقاط جديدة ترك على إثرها قاعة ترتيب برصيد 17 نقطة. بالمقابل توقف رصيد المدينة الذي تعرض للخسارة الثامنة عند 19 نقطة. إلى ملعب طرابلس حيث ساد التعادل السلبي مباراة المحلة وضيفه السويحلي بحساب الجولة الثامنة لفرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ولم يحسن كلا الفريقين الاستفادة من الفرص التي أتيحت لهما على مدار شوطي المباراة. يضيف فريق السويحلي النقطة 26 لرصيده في الترتيب الخامس مقابل 22 نقطة للمحلة في وسط الترتيب. قاد ضياء منصور فريقه الشط إلى فوز غاية في الأهمية أبعده نسبيا عن مناطق خطر الهبوط للدرجة الأدنى، وذلك على حساب أبو سليم بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب طرابلس تحت الأضواء الكاشفة. وانتظر منصور حتى مطلع الشوط ليوقع على الهدف الوحيد الذي كان كافيا لينعش مساعي الفريق الذي يقوده صبري قشوط في الابتعاد عن أواخر الترتيب ويعوض خسارة الجولة الماضية. بهذا الفوز رفع فريق الوحدة رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد مسلم عند النقطة 24.
من جهته نجح فريق الاتحاد المصراتي في كسب النقاط الثلاث المهمة ووضع حد لنتائجه السلبية الأخيرة، وذلك بفوزه على ضيفه الخمس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مصراتة. تمكن أيمن عمير عند الدقيقة 13 من خطف هدف السبق لفريقه قبل أن ينجح أيمن عمير في إحراز الهدف الثاني لفريقه. بهذا الفوز رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 30 نقطة ليتساوأ في النقاط والترتيب مع الاتحاد المصراتي، بينما توقف رصيد الخمس عند النقطة 20 في وسط الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية. أنزلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عددا من العقوبات والغرامات المتفاوتة على بعض الأندية والمرافقين واللاعبين، وذلك حسب القرار الأخير بشأن اعتماد نتائج مباريات الأسبوع السابع إيابا. وفي أبرز العقوبات الصادرة بسبب دخول المشجعين، نقل المباراة القادمة لكل من فريقي النصر والأنوار إلى خارج ملعبهما مع تغريمهما ب6000 دينار، بالإضافة على فرض غرامة على فرق شباب الجبل بقيمة 1000 دينار. وفرضت المسابقات أيضا العقوبة على ناديي الأهلي ببنغازي وشباب الجبل بقيمة 1000 دينار لكل منهما، وعقوبة ناديي الهلال والخمس ب1500 دينار لكليهما. كما طالت العقوبة مرافق فريق الهلال عمر الفرجاني بالحرمان من مرافقة فريقه لمدة سنة وغرامة 5000 دينار، وعقوبة لاعب فريق التحدي بالإيقاف لمباراة واحدة ولاعب الوحدة عاطف علي بالإيقاف مباراة واحدة و500 دينار.